السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. كنت أسألك بس حضرتك، لو أنا مثلا واحد، أنا شغال في مكان ودخلت واحد يشتغل عندي في نفس المكان يعني، تمام، وأنا كان في المعارض مبلغ إن أنا ما بصرفش معاه في الشغل اللي هو بيشتغله، نعم. يعني هو يشتغل في حاجة تبعي يعني، تمام، يعني إحنا الاتنين شايلين شغل مع بعض. تمام، مثلا شغل تجارة بسيطة مع بعض، لكن هو يصرف كل المال، لكن أنا ما يعني أنا ما بصرفش معاه فيها، لكن باخد بنسبة من الأرباح مقابل إن أنا أدافع عن حقه وهكذا يعني. فما الحكم في الفلوس اللي بتجيلي من وراه؟ أعد السؤال بدقة. معينة، أيوة تمام، هو الراجل بيخش في التجارة دي هو بكل ماله، شخص يدخل في التجارة بكل ماله وبعد تمام، ويصرف على الشغل كله، ويصرف على العمل وبعد لكن وأنا شريك ليه، أنت شريك بتعمل فيه ما؟ ما عملك؟ ما دورك؟ دوري إن أنا يعني في التجارة دي أنا بشرف على العمل بتابع ليه على الفلوس بتاعته بالظبط، بحيث ان انا اتابع الفلوس واشوف هي راحت فين وجت منين، يعني ولازم مشرف على العمل، يعني مشرف. مش فاهم. طيب وبعدين؟ فانا بيرجع لي نسبة من الربح طب ما هي المشكلة؟ واحد قال لك يشرف لي على عملي على ولك نسبة، ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا ما بصرفش معاه في الموضوع، ولكن في نفس الوقت انا شغال معاه، لكن مش دوام كامل. يعني واحد قال لك الوقت الفارغ عندك تعال اشرف لي على عملي ولك مبلغ، ايه المشكلة؟ مع السلامة. إلا إذا كنت مشغل في رشوقي. عارف رشوقي؟ عارف رشوة يعني إيه؟ لكن هو أنت بتشتغل كده؟ لا، هو الشغلانه هي شغل مثلا شغلانه بسيطه، المهم وانا أنت كنت فهمت القصة. بشوف عليها مقابل ان انا في نفس الوقت يعني باخد فلوس باخد أجبناك منها إجمالا، سلام عليكم.